المواد بتاعت 2021. وعليه فإن المعادلة باتت صعبة للحفاظ على قيمة الدعم المقدم للمواطن وكذلك الحفاظ على مكتسباته في ظل ارتفاع الأسعار عالميا، لكن وبحسب تصريحات الوزير فإن تلك المكتسبات باقية للمواطن في دعمه الذي يصل إلى 87 مليار جنيه سنويا. 87 مليار جنيه دول ممكن نحطهم في جزئين كبار، جزء السلع التمويلية وهي 36 مليار جنيه، بمعنى ان حوالي 3 مليار جنيه شهري. الرغيف البلدي بياخد الباقي وهو حوالي 51 مليار جنيه. وللحفاظ على هذا الدعم الذي يصل لأكثر من 60 مليون مواطن وبعد ارتفاع الأسعار العالمية لزيت الطعام، فإن تحريك سعر الزيت بات ملحا لمنع السوق السوداء بحسب تصريحات الوزيرة. القرار اللي أنا أخدته أن سعر اللتر الخليط الزيت اعتبارا من 1/11 هيبقى ب 25 جنيه بدل 21 جنيه. ومن ثم التمانية من عشرة لما تضرب 8 من 10 في 25 تطلع 20 جنيه. تم التوافق مع وزارة الزراعة هذا العام على زراعة 250 ألف فدان من ما بين عباد الشمس وفول الصويا، وده كله استهداف ان احنا نصل ل10% من الزيت على أرضنا. الأمر أيضا لم يبتعد عن التوجيه في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، فتصريحات الوزير جاءت مصحوبة بعدم ترك بطاقة الدعم لدى منافس التوزيع أو لدى المخابز حتى يحافظ المواطن على دعمه. المواطن مش مفروض يسيب بطاقته عند البدال التمويني أو المخبز، وحضراتكم أظن سمعتوها مني عشرات المرات. وعن تحريك أسعار الخبز أكد وزير التموين أن الأمر ما زال قيد الدراسة، وأكد في تصريحاته أن رغيف الخبز ما زال حتى الآن بخمسة قروش رغم أن الأسعار العالمية للقمح قد ارتفعت بأكثر من 20%. موضوع إعادة دراسة تسعير الخبز، أنتم جميعا تعلموا والمجتمع كله يعلم أن هذه القيمة اللي هي الخمس قروش لا تمثل أي شيء مقارنة بأن التكلفة الحقيقية النهاردة، عشان أبقى واضح وأمين، ما بين 59 قرش ل 64 قرش أو 65 قرش. الواقع هو شاهد حقيقي على ما يحدث، فالآن هو بخمس قروش. انتهى المؤتمر الصحفي، لكن قبل انتهائه اكد وزير التموين وجود عدد كبير من المشروعات القومية التي تنفذ على الارض في قطاعات الوزارة. رمضان الشحاتة، التلفزيون المصرية.